Que ahí que esto se ona, sonión, amén. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلينا عندما بسطت يديك الطائرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نشكر لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلينا لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا ولد الله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنرنا استحقنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المات المسيح إلهنا. نعظمك يا أم النور حقيقة ونمجدك أتى عذراء كديسة وأتي الإله لأنك وردت مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين سبات كنائس كفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس دعوت واحد نسجد له ونسجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق ساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تعلم وكبر وقام إلى الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيك وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصف من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين. اللهم اشمعنا واغفر خطايانا آمين. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة جمع رسول يامين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين
والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم جميعا الاجر الذي من السماوات. من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وقدماتنا والذين قدموها يا رب. لا 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 سيبوا بعد وارين سليلين تنقونو في مونين خي انت بار بار او افشوي سهرين احمين او افشوي سكسو تنمو بز مرا او تنجي بي اسني او خين برا امب شو اللي نا مبشير نم في ابن ما يسوى بنوت نوت في سمارة أوت أنجى ابنوت بيوت في بان توكراتور آمين آمين في سمارة أوت أنجى بيك مونوغينيس انسير يسوس بخرسوس بن شويس آمين آمين في سمارة أوت أنجى في ابن ما يسوى بمبراكليتون آمين اسباتين اجيوس اوسيوس اجيوس من ابن ماجيون امين افلوجيتوس كيريوس اوسيوس استوس ايوناس امين نس نوستيرو اسمو افشويس مارو اسمو ايروفن جانيلا اوستيرو جاب افنايتا كروري ايغون اووتي مسمي انت بشوي شوب شاينم امين هللويا لوك سابتري كايوك اغيب نفماتي كاني كاي كيستوسي اوناستوني اونا نشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعاننا وحفيظنا وقبلنا إلى وشفق علينا وعددنا وأتى بنا إلى هذه الساعة هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضبط الكل الرب إلهنا Master, Lord God, the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, we thank thee for every sin, concern every sin, and in every sin, for thou hast covered us, helped us, guarded us, accepted us, thyself spared us, supported us, and has brought us this hour. قبولك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيهم منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا وان احفظ لنا حياة وقيا فينا
المكرم أنبات والدروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبونا الأسقف مكاريوس، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره مقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب رحم. Therefore we ask and entreat thy goodness, O love of mankind, grant us complete this holy day and all the days of our life in all peace with thy fearful and all temptation of the working of Satan, the counselor of wicked men and rising up of enemy, hiding and manifest, take them away from us and from all thy people and from these altars and from these places thine. Nizisna nefnem neterno frisaine umonan, jensok fentakti empir shishinan, إهم إجن إهوف نمنيشلي نم إجن تقوم ترسن تبي غاقي أيها السيد الرب والأسيس والدياقون والسابديكن وغنوصيين والمرتلين وكل شعب ودعف يكون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفواه الاثني عشر رسولا ومن فم نازل الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد وبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة وقديس يوحنا ذهبي الفم وقديس كيرلوس وقديس باسيليوس وقديس غريغوريوس ومن أفوى 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة قسطنطينية و200 بأفسوس ومن فم أبينا المكرم رئيس الكهنة الباباسي ودروس السنة ومن فم حقراتي لأنه مبارك ومملوء مجد اسمك القدس أيها الآب والابن والروح القدس. أمبنيات الطايات الهرشي رفسي بابا بطا وادرو نمبنيات الهبس كوبوس أبا مكان Oh,
افشای سر مدام بکو بولن تن نوبی تنی افشی انتن توی سلیاتین مینو شری آوان تونیو سم آبا بابلین خومی یوسنم بیشم تسو امکریو آبشی نودی بارشی منه ریتی سفشوی سرمو بکوی بولن تنین نوی تنی امشی انتن آشوی تنی آدین ماینو شیری آبا ویشوین مابا بابلینم بگوری سوه بابا موسی آقای صدورو ببرش بیترو مکسی موسنم دو مدیو سابر سنیو سابر یو انی بی کولو بس آبا ساموین بی اومونو گتی سه اشرای مطنان بکوه بانه تنین نوی هیتن ارشی انتنی ایس اوه بنتبا ای او بی اوه تا ببرانه ارشوی ساری مطنان بکوه تن نو شیار بون خن بنیوته دایو تنار شیر سی بابا آبا تواز رو شوی سر اموت نان بکوه بولن تن نوی تن نو شیار بون خن بنیوته دایو تن زیکه او آبا کاریوس بیبه کوبوزه اشو Diakton kertoti emmo naina Demot gharen benchoisi Tos vihre Estos besho vinem ben Agion ebne Emma beshoy sen yote ta yote narshi erefse baba avatava adros nem ben yote nebes kobon ava meke enios maribi ekleros nem bile o Ter oge en efshoy se ari en se sho obi. Al Bulus faslim al risalat ma'alimna Bulus al rasul al ibraniyin barakatuhu alayna amin. لأن الأرض التي تشرب المطر الهاطل عليها مرارا كثيرة وتنبت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي غير مفلحة وقريبة من اللعنة التي نهايتها تكون للحريق. ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء المختارون والقريبون من الخلاص
وإن كنا نتكلم هكذا أيضا لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب محبتكم التي أظهرتموها نحو اسمه. وإذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم أيضا، ولكننا نود أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا ضعفاء بل تكونوا متمثلين بالذين ورثوا المواعيد بالإيمان والأناة. فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بذاته قائلا: إني لا أباركنك بركة وأكثرنك تكسيرا. وهكذا استأن ظفر بالموعد نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي. A reading from the epistle of our teacher J. May his blessing to be upon us. Amen. Now we know the seventh from Adam prophesied about this man also, saying, "Behold, the Lord comes with 10,000 of his saints to execute judgment on all the convent, all who are ungodly among them, of all their ungodly deeds which they have committed in the ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. These are grumblers, complainers, walking according to their own lusts, and they mouth greet swelling words, flattering people to gain advantage. But you, beloved, remember the words which were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ, how they told you that there would be mockers in the last time who would walk according to their own ungodly lusts. These are sensual persons who cause divisions, not having the Spirit. But you, beloved, building yourselves upon your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ into eternal life. And on some have compassion, making a distraction, but others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Do not love the world or the things in the world. The world pass away and its desire, but he who does the will of God shall abide forever. Amen. Yeah.
فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم تكون معنا أمين. أما ملاك الرب ففتح أبواب السجن في الليل وأخرجهم وقال اذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا بكروا ودخلوا الهيكل وكانوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة وكل الذين معه واجتمعوا في المجمع مع كل شيوخ بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتوا بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروهم قائلين إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين على الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد أحد في الداخل. فلما سمع قواد الجند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم قائلين ما عسى أن يكون هذا. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا هوذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قواد الجند مع الخدام فأحضروهم بغير عنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموهم. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لتحل علينا نعمات وبركات إلى الأبد الآبدين وإلى دهر الدهرين. اليوم الحد والأحد عشر من شهر هاتور أحسن الله إقبال علينا وعليكم وأنتم مغفرين الخطايا والأسام من قبل مراحم الرب. إخواتي أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديسة حنة أم العذراء القديسة الطاهرة مريم. ولدت هذه القديسة في بيت لحم من سبت يهوذا، وأمها تدعى مريم من سبت يهوذا، ولدها يدعى متان ابن ملكي من سبت لاوي. ولد لهما ثلاث بنات، إحداهما هذه القديسة التي تزوجت بيوقيم وأنجبت منه أعظم نساء العالم القديسة الطاهرة مريم، وكانت تربطها بالقديسة إليصابات أم يوحنا المعمدان صلة قرابة. وقد أفاض الله على الصديقة حنة نعما وافرة وفضائل كثيرة مثل الحكمة والعبادة، وقد صلت إلى الله متشبهة بحنة أم صمويل أن يرزقها نسلا فأعطاها الله القديسة مريم العذراء. فلهذا يجب أن نكرمها ونحتفل بيوم عيدها. ولما أكملت سعيها تنيحت بالسلام، بركة صلاتها فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا استشهد القديس ميخائيل الراهب، كان من أهل دمياط وترهب في دير القديس أنبا يحنس ببرية الشهيد. وبخديعة من العدو الشيطان نزل يوما إلى مدينة القاهرة وأنكر الإيمان وتزوج، وأقام مع زوجته 8 أيام، ثم رجع إلى نفسه وندم وذهب إلى أب كاهن واعترف له بخطيئته، فأعطاه قانون توبة. ثم ذهب إلى ملك مصر واعترف أمامه بإيمانه المسيحي وأعلن له تمسكه به.
وعده الملك بكرامات جزيلة، ولما لم يطاوعه أمر بحرق جسده بالنار فنال إكليل الشهادة. بارك الصلاة فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا تعالي الكنيسة باستشهاد القديسين أرشيلاوس وليشع القمص. بارك الصلاة الجميع فلتكن معنا، وربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. Agios o Seos, Agios Echeros, Agios Asanatos, Ekbar Seno Genetis, Eleison Imers, Agios o Seos, Agios Echeros, Agios Asanatos, Stavrotis Imers, Eleison أيها السيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إنان بها وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنت ترونه فلم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا. أما ها أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. Maybe we're ready to hear and to act according to the Holy Gospels through the prayers of your saints. Pray for the Holy Gospel. Lord have mercy. Remember also our Master, all those who have asked us to remember them in our supplications and prayers which we offer up unto you. O Lord our God, those who have already fallen asleep, rebuke them. Those who are sick, heal them, for you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Psalm Mustonavid, Alleluia, Marot, Shash, Fenet, Ecclesia, Antebev, Laos, O Marot, Moir of Hidra, Anteni, Ebrezvi, Teros, Jeav, Gok, and Ometiot, Eme, Fritin, Anisum, Efe, Nav, and Jenny, and Sotono, Oef, Onof av orken jeb shoyso ono efo enesif jen song befo wip shiny kata et taxis el melchi sedek eb shoyso en amen bok benyote so eben batrashis baba vata vadros bima esnaf nem benyote ne beskobos ava meke Elios eb shoysef e arebetenon Fis maraot enjev yesni khnevran mefshoys kiriev logson
اكتوكاتا ماتسيون اجيون ايفانجيليون تو انا اغنوس ما سان سي كيليا من مزامير داود النبي والملك بركاته فلتكن معنا امين. خلص عبدك يا إلهي المتكل عليك، ارحمني يا رب فإني صرخت إليك النهار كله. فرح نفس عبدك الليل وياه. مبارك الآتي باسم الرب القوات. المجد لإلهنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد أمين. في ذلك اليوم لما خرج يسوع من البيت وكان يجلس على جانب البحر، اجتمع إليه جمع كثير حتى إنه صعد إلى السفينة وجلس، والجموع كله وقف على شاطئ البحر. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم يكن لها عمق أرض، فنبت حلا إذ لم يكن له عمق الأرض، ولكن لما اشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جاف، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجديدة وعطى ثمرا بعد 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذن للسمع فليسمع. والمجد لله دائما. تفضلوا عودوا. Children, good morning to all of you. I want to just to tell you children, our church is from not from 10 year or what. Our church from the beginning, the century, about 60 something, when St. Mark came to Alexandria and preached there and converted Anianus as the first bishop. Afterward, Anianus, Melinos, Cardano, Abdomios, so just until now. So the church was not from 16th century. You are here not to play. When you go to there, not to pray. With the ball, you have to play. But with the tunia, you have to pray. Is my message clear to you? No? So now, children, first of all, for your class, you are full-time student, no matter what school you are. Full-time. You have full-time people working for you. You must study. I know that at most of you at home you speak Arabic, but doesn't matter. I had an experience in St. Mark about 40 years ago. There was a girl. The parents, they don't know English. One day the mother asked me, "See, what does it mean, so what?" Because the girl said, when the mother said something, so what?
سوات that is in Arabic يعني but the girl used to be first in the class. I want you to learn day by day. When you are tired, go to play. But not in dining room. The ball has to be in other place. I'm sure you have by now in the church here some court or yard. Everything make a plan. A plan to study, a plan to work. If you want to know that, read the book of Ecclesiastic of Solomon. He put for everything time. And then, in terms of food, what mother put on the table, you must eat it. If you don't kick the table, go to your bedroom, sleep. They can't offer for you the parent more than it what it is on the table. Do we have others that you know? So I want you always to make it up to date. And then when school time, you must put ready everything, your utility, in the evening, not in the morning. If the bus, you miss the bus, then the parent will oblige to pay $30 or $25 for the cab to put you there, and for them also $25, $50 for them, it is too much. If you don't do that, I have a medicine, I will tell the parent. And the medicine, you will hear it. What does it mean? When I go to Arabic language, I will tell them. And then, when you play a ball, search the ball. Don't push the one who's play with you. Otherwise, you will never find a partner. And then, the Holy Synod of our church, the highest, said no more picture, icon or picture on the tunia. From now on, don't put it. I'm sure the Holy Synod one day will send someone, an inspector, for the tunia or not. Now I'm going there to the parent. صباح الخير جميعا. The gospel, you see, you can't understand it. It is our Lord, this parable, he said. In the three gospel, we have 37 proverbs. In the gospel of St. Matthew, 13. In the Gospel of St. Mark, 5, but in St. Luke, there are 18 proverbs. So for you, you see, we have to go slow, step by step. تنمر صباح الخير جميعا. اللي يجي الكنيسة يجي بدري. عشان الأبهات بيقولوا أوشية المرضى الصبح بتتقال، المسافرين بتتقال، زمان ما كانتش تتقال. ليه؟ عشان أبهاتنا يوم الحد ما كانش أمهات العيال يكون ما فيش ما لعبة في الكنيسة. ربيها دلوقتي وهي ذراعها زي ذراع الفرخة، بكرة لسانها هيطول أطول من بتاعك، خليها تقعد قوليها أنا بكلمها هي. إخواني وأخواتي، كنيستنا مش كنيسة بتاع القرن 16. ناس حيجوا عشان حيتعلموا الكنيسة العريقة بتقول ايه بتعمل ايه.
أنا أتذكر لما كنت في الجامعة واحدة جيت ماري مورس في ويست سايد بتقول لي أنا عاوز أدرس إيجيبتولوجيس وعاوز أشوف أنتم بتعمل إيه. قلت لها إحنا إيجيبشن بس ما إناش إحنا بنسأل فرعوني، إحنا مسيحيين. شوف عاوزة تدرس جاية تعرف. واحدة ست تتصل بي أولادي هم مش من مصر. قلت لها تعال هاتيهم عشان إحنا كنيسة واحدة يحضروا القداس اللي يشوف له. لما إحنا ما نبقاش منظمين هياخد فكرة عنا الرجال. جيتم من مصر لحد ما أخذتم التأشيرة الأمريكية أنتم عارفين وأنا عارف إيه اللي خلاكم ترجعوا الحاجات اللي بتتعمل في حوار القاهرة مش في الشوارع الرئيسية كمان. تجيبوا شيشة وتضيعوا وقتكم وصحتكم. أنا قررت لما يكون واحد بيدخن بسأل هل بيدخن، يقولون آه، بقول لهم لا هو عيا بالنفسه مش ربنا اللي عياه. يقولون لا ده ما خانش عيان، بقر معاي وفي جيبي زيت مسحة المرضى، دايما بحط زيت مسحة المرضى عشان ده ما ضيعش صحته. يعني ما تخجلوش البوء اللي بتحطه في جسد الرب وتحطه في الشيشة وتطلع بمناخيركم براحتكم. الكنيسة لازم تحذركم إذا أنتم عاوزين براحتكم، بس النتيجة هتبقى وحشة لكم. اسمعي هات لي مية بس. الله، ما أنت اللي حطيت الدخان في بوقك، هي اللي حطيت لك. يوم ما تكون ما لقيت أصحابك اللي بيدخنوا بتجنن البيت كله. ليه؟ اسمعوا، الكنيسة ما بتبعتش مراقبين، ما تتجسسش على شعبها، عشان احنا بنعبد إله حي فاحص القلوب والكلى. انت براحتك، انا بعرفكم يا اما بشفتيكم يا اما صوابع هنا اللي بتمسك نيكوتين بتاع السجاير. احنا ما نقولكمش حاجه الا نحذركم كلكم. كمان اللي جيتم من مصر، انا عارف اللي اسسوا الكنيسه دي كنا بنصلي في اليزابيث. لحد دلوقتي انا دائما بقول كنيسه اليزابيث اللي أسسوا، اللي رهنوا بيوتهم، اللي أسسوا الكنيسة. ولقيتوا أنتم كعكة جاهزة حلوة مش عندها السكر كتير. يعني ايه كنيسة؟ ما ترموش زبالة تحت الدكة اللي أنتم قاعدين فيها. أنا رحت الحمام عشان أشوف شكله ايه، دايما بروح كده لقيت ورق على الارض كده لسه ما دخلتمش. جايز مارجيريس حطه هناك عشان عنده حصان لحق، يعني اللي ما عندهمش حصينه ما يقدروش. شوفوا، في حد منكم عاوز يروح ملكوت السماوات؟ ما فيش. انتم في حد منكم؟ لا، هنا مش عاوزين، ما قالوش
حد منكم عاوز؟ لا لا انت تكلم، هذا كله العار ساكت. طيب وضعتم تذكرة؟ يعني هتروح ملكوت سموات هتعطوا التذكرة؟ ما اعطعتمش. وهناك دي لازم واحد يكون قطع. وبعدين هناك في نظام بديع جدا، انا ما جيتش من هناك بس انا عارف، عشان بنقول في ابانا الذي كما في السماء كذلك على الارض، كما في نظام وهدوء في السماء عاوزين كمان على البر. شوف كل واحد ينزم رأسه. المدرس كويس زمان كان بيقول لما يقول العيال انت اسكت والتاني اسكت، يقول لهم كل واحد يسكت نفسه. احنا قدام العالم دلوقتي، الكنائس اللي جات بعد 1500 سبقتنا، لوتر سنة 1520 كان هو ايه بيعمل اعماله لسه، كنائسنا كانت موجودة، هم ما دفعوا الشهداء. الرفات دي لو هي رفات شهدائنا عندنا اللي دفعنا احنا والكنائس الثانية الرسولية، إذا كان إحنا كنيسة رسولية لازم نكون منظمين، لازم نكون منظمين. ادخلوا في بيتكم من نظام، دول العيال ولو قلت بالإنجليزي مش دارياني. العيال أنا كنت راعي بقر، العجلة كانت بتمشي مع أمها مع البقرة بالنظام، حلو العجلة تمشي مع البقرة زي ما بقرة تمشي، لما البقرة بتركع هي خمان تركع معها إلا إذا هي عاوزة ترضح. إزاي إحنا ما ننظمش؟ أجلكم شمامسة بلاش أعطيكم دهري، أعطيكم وشي عشان زعلان منكم أول. عاوزين تلبسوا الدنيا، ما هيش ديكور، الدنيا للخدمة. مين حيمسك الشوريا لأبونا في الباكر؟ كنيستنا لما عملت النظام عندها هدف، فإن الحاجة اللي كنت بقول عليها ابناتنا هنا يوم السبت تشوفوا الزيت والشمعات، مش يوم الحد العشية معمولة ليه؟ عشان نصلي العشية اللي هي عشية المنتقلين، وفي صلوات أخرى، وبعدين عشان واحد عاوز يعترف عند الكاهن يوم السبت. لكن أبونا بيوزع الجسد، أبونا وسوسة ما عندناش، الأسيس بيتحمل. إذا أنت لوحدك، أنت لوحدك الأسيس ممكن يحلكم ويشيل على أكتافه، لكن وهو بيوزع مش ممكن. لو عملها يبقى خائن. تلفون من هنا لأسوان، من هنا لأستراليا، ده واحدة ست قالت أخذت دواء وأبونا حلها. ما فيش حاجة اسمها، ما فيش في الكنيسة جمهورية ولا ملكية. الكنيسة كنيسة الله التي أسسها بدمه. أنا ما قدرتش أجي عشان عملت عملية، الأول كنت بقولهم كتير
في نفس الوقت كان الأستاذ ماهر دكتور ماهر أستاذي. شوف هو سابني سنة 57 وقابلني هنا 97 40 سنة ما نسونيش هو ومراته. في الحقيقة مراته ما كنتش بشوفها، بس هو حتى حضر لي الصورة اللي كان فيها. كنت باقي عشان دكتور ماهر ومراته الله يرحمهم كانوا هنا، وكان عندي وقت، فأما جيت عشان كده. فأخواننا هنعلم لمين الإنجيل؟ ما أقدرش أقولكم هل في حد أرى كتاب مش حلاقي 20 هنا، عشان أعرف ليه إحنا بس ناخد آية. أنا قريت في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس محيط جدا، عندك 66 وعندك 27، والآيات بقى شوفوا عهد الجديد 260 آية، لكن العهد القديم 1000 وكم أصحاحات. بقولكم احنا ما بنمنعكمش مناولة، احنا لحد بيت بنورسلكم مناولة. لما تكون عيانين بنروح المستشفيات، بس ابونا حزاري قبل ما تشوفوا اللي في المستشفى ما تودلوش مناولة. جايز يكون عنده اسلاك كده وهم ما يهمهمش، احنا يهمنا تدهانا بالزيت وبس. تشوف السبت وتروح له، بس السبت في وسط الأسبوع أحسن عشان الشعب كمان الخدمة تكون تعبانة. فإحنا شوفوا لو إحنا ما تخصناش روحكم ما كناش نتكلم. children now let us make agreement come early in order to serve inside 8 o'clock come. Why today's a beautiful day. Well, there was some snow that was around the Makar. I don't think so you bought it here. But the problem, you, not the parent. You know why? Mama said on Saturday, go to bed, said, no, Mama, I didn't, Mama. And then Mama, you know, Mama heart is very soft. And then in the morning when Mama gets, no, Mama, let me sleep. لما العيل يعمل لك كده اللي ما عندهاش تلاجة كنيسة تشتري لها وتدفعه على مهلها، تحط في التلاجة 3 حباية تلج فوق على التلاجة فوق، التلاتة دول بقى تيجي بيهم لما بنتك أو ابنك مش عاوز يقوم، الاثنين حطيهم هنا جوه عشان القلب ما يتحملش سخنة، بس يتحمل. أما وراء الوحدة 3 العيل بعد كده خلاص مش حتتعب الزورك حيقوم. You go there, my mercy, I know that. When we speak something, you understand that. Yeah. Well, when Mama do that, don't be surprised. I told her to find 3 pulp of ice. 2 on the front, inside, and then 1 on the back. Then you would be fresh. Next time we say, Mama, I'm awake. No, I don't want to see, to give you a lash. No. That is for a donkey. Just for a donkey, for a cow, a bull, we use that, but not for children. For children, it's enough, you see. Just if the mama just pulled 2 ears, did you hear me? Until he said yes. مش هنطول في الألحان مردات. أنا بكلمهم عشان نفهم. فأرجوكم رجاء المحبة. جايين الكنيسة جايين. عارفين لو نعمل القداس 1 ساعة هتيجوا برضو 2. مش ممكن
أنا أتحدى أي واحد. إزاي؟ مش فيه بيحصل فيه أفرح؟ في الكنائس اللي أنا لمستها حطينا تيكت، لما العروس تتأخر يكون دافعين $300، ما ناخدهاش للكنيسة، نعطيها لإخوة الرب. وبعدين بفدح كمان العروس، بقول احنا الأصول نبدأ دلوقتي، العروس ما وصلت. بعد ما أقول لهم أنتم قانونياً زوج وزوجة، بس ايه ما تنسوش العروس ما وصلتش في معادها، بفلحها برضه. ليه؟ ما نقدرش نضربكم، احنا مش مسموح لنا نضرب، لكن ما يمنعش بلساننا، بس ايه بنحافظ عليكم. ربنا يكون معنا. بعدين الستات اللي بتلبسوا اسود، عاوزين تلبسوا براحتكم، لما تيجوا تتنول حطوا حاجة بيضة على راسكم. اللي مات عندكم مش أغلى من يسوع، وتعملوا اللي بقى مساكين ربي يعذر. لا، يكون عندك إيمان إن العذراء كانت تحملت، كان عندها ابن وحيد اللي هو مونوجينيس. حد حيرجع يعني؟ عمر حد رجع؟ ما فيش حد حيرجع، ما فيش أسير دوام في الدنيا، ولازم نروح عشان نرتاح. بولس الرسول يقول كان مشتاق يروح ويأخذ مع يسوع أحسن من هنا، عشان ما بنقراش كتاب مقدس بس بنبوسه، بس بنبوسه. عارفين الرسول بولس بيقول ليس أبرارا الذين يسمعون التوراة أبرارا عند الله، بل الذين يعملون به. ربنا يكون معنا بقى، حنستمر في عبادتنا. فأثناء المناولة أرجوكم الستات، احنا ما نمنعش مناولة مدام واحد مؤمن، بس حطوا على أقل لفايفة بيضة، يعني لازم تختشوا شوية، تعملوا كده في الفرح. لما نقولكم بهذه وزغريت وبعدين لما واحد ينتقل بعد عيات، امتى حنكون مسيحي؟ المسيحي حكيم بس مش لئيم. في متى 10:16 كونوا حكماء وبسطاء لله. ربنا يبارك ويكون معاكم. قول بقى يا شماس إن صوفيا. الحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الأب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يوم لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو لا في الجوار، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، ومريم العذراء وتأنس، وصلب عنا براس البردي، تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماوات. كل لسان يمين أمير، وأيضا يألي في مجده، ليدين أحياء والأموات، الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المبشر من الآب، نذكر له ونمجده، مع الآب والإب، الناطق بالأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة وسرية، ونعترف ماضية واحدة نفقد الخطايا. وننتظر قيامة سامحون وسلم من أجل الله يحبكم.
ببوسف كيس تاسيتي كيتوم نير مادي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذه أجناد الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المساء صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل الخبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت وجعلنا مستحقنا كلنا يا سيدنا ان قبل بعضنا بعضا بقبلات مقدسة لكي ننال بغير انطراح في بدينونة موهباتك غير مات السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة ماريا يا ربنا امتد بمغفرة خاطئ ما بك الصادق
مستحق وعادل، مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة، مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن بالعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوات المقدسة. You are seated, stand. الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات وإلى الشعر كنزورو أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسيرافيم ذوي الستة أجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين نانسي الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدون لك صارخين قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعدتنا دائما بأنبيائك القديسين. And in those last days you manifested yourself to us who were sitting in the darkness and the shadow of death through your only begotten Son our Lord God and Savior Jesus Christ who of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. Amen. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وانعم علينا بالميلاد الذي من فوق باسط الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طهارا بروحك القدوس
هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا مساكين به مبعينا من قبل خطايانا. He descended into Hades through the cross. Ascended into the heavens and sat at your right hand, O Father. He has appointed a day for recompense on which he will appear to judge the world in the righteousness and give each one according to his deed. According to your mercy, O Lord. And not according to our sins. Of God. Painishti mystery yon entet sedris ef shisgar etif ebmo khaib on epiko osmos في السين أويك جنف جيجس أواب إناتشني أوه إنات صليب أوه إمكاريون أوه إن رفتا أنكو إلى فوق نحو السماء إليك الله هو سيد كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه وآتاه للتلاميذ القدسين والرسل الأطهار قائلا خذوا كل منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري هذا هو بالحقيقة كذلك أيضا بعد العشاء مزاجها من خمر وماء وشكر آمين وباركها آمين وقال
تلاميذ القدسين والرسل الأطهار قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا للذكر وهذا هو أيضا بالحق لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتبر سنا ذكرى آلامه المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السموات وجلوس عن يمينك أيها الأب وظهور السان الآتي من السموات المخوف المملوء مجدا نقرب لأقربناك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدة نسبح حق نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك رسخمين آمين وهذا الخبز يجعلهم جسدا مقدسا له ربنا إلهنا مقدسا آمين آمين وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له ربنا إلهنا وأيضا آمين لغفران خطا وحياتنا بدية لمن يتناول منه أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كل سيدنا ومقدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية صلوا من أجل السلام الواحد المقدس الجامعة الرسولية كنيسة صلاة الرسولية يا رب ارحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام
أكل الأساقف الأرزقسين الذين فيها أولا نذكر يا رب أبينا الطوبى المكرم رئيس الكهنة الباب الأنبات ودرو الثاني وشريكة في الخدمة الرسولية ابن الأسقف الأنبا مكاريوس صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب الأنبا ودرس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى اسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا مكاريوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم والذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بالسلام اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. Pray for the Higumenes, priests, deacons, subdeacons, and the seven orders of the Church of God. يا رب ارحم. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديورة يا رب ارحم وساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب الزروع والوشب ونبات العقل بهذه السنة باركها اطلبوا عن أهوية السماء وثمرات الأرض وصعود مياه الأنهار والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويتحنن على جبلته الذي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا سيدها كمقدارها كنعمتك فرحوج الأرض يروى حرصها لتكسر أسمار عدن الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك وأطلب اسمك القدوس لأن أهل الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم
يسوع صهني بنت بكمون وجيني سنشيري افرن ارج بير ابي فير انتن سواب تاك اريكا تاكسن ابشوس انتك ارف مي بي اني سواب تيرو اي تفرانك الجنب ايني ننيو تيث اوواب ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني بسولوس ني رفي اوي ني فانجلستيس ني مارتروس ني مورغتس ني بماني بين انسمي اي تابغو كي بولخي نبنا اهتي Most of all, the pure folly of glory, ever virgin, holy Theotokos, Saint Mary, who truly give birth to God, the Lord. والقديس يوحنا السابخ الساب والشهيد القديس فانوس والشمام سواء أول الشهداء ونازل لله إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد. والبطرخ القديس سويل شعون الدس خورس والقديس أسنسوس الرسول القديس بطرس الشهيد الطاهر ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس أودوسيوس والقديس سوفيلوس والقديس ديمتروس والقديس كيرولوس والقديس باسيليوس والقديس غرورس ناطق بالإلهيات والقديس غرورس صانع الأغايب والقديس غرغوريوس الأرماني والثلاث مئة والثمان عشر مكتمين بنقيا والمئة خمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس Our righteous father, the great Amba Antony, the righteous Amba Paul, the three saints Amba Macari and all their children, the cross bearers, our father Amba John the Hegumen, our righteous father Amba Pishoy, the perfect man, the beloved of our God Savior. Our father Amba Paul of Tamuh and Ezekiel his disciple. My Lord's the Roman fathers Saints Maximus and Domitius, the 49 Mahathar, the elder of Shehid, the strong Saint Amba Moses, John Kemet the priest. Our father Amba Daniel the Hegumen. Our father Amba Isidore the priest. Our father Amba Bachum of the Kononia. And Theodore his disciple, our father Amba Shinodar is the Archimand right and Amba Wisa his disciple. Well Amba Karas Sayohal Amba Abraham Uskuf al-Fayyum wal-Giza Abuna Mekhayel al-Bahiri Tilmizu Wal-Baba al-Amba Kirul al-Sadis wal-Arshidiyakun Habib Gergis وكل مصاف قديسيك هؤلاء يا رب الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القائلون فليقولوا أسماء بين البطاركة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم Yeah.
وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمه والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليس فينا الذين رقد وتنايحوا في إيمان المسيح تفضل يا رب نيح نفسي عبيدك عبدك عزيز يعقوب دكتور ماهر كامل دكتور ليلى كامل حنا فرق عبد الملك شنودة ماهر إبراهيم فحذنا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع الخذ موضع الذي هرب الخذ مركب ولتدفنوا القديسين يا الذين خس نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الحياة إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وأنملنا بسلامك إلى التمام بهذاك معيدا في كل شيء يتمجد ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا نشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق نهدو ونخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة وأسعار أسرار الإلهية الغير المائي آمين الجسد المقدس نسجد لجسدك ولدم الكريم ولدمك الكريم اللذين المسيح ضبط الكل رب إلهنا أمين أمين صلوا يا رب يا الله الذي أنعم لنا نحن الخطاة بمجال الخلاص وذبيحة الناطقة سمائية
يا جسد الله والدم الكريم نزل المسيحك هذا الذي سار لنا طورا وخلاصا ونعمة وغفرانا لخطايانا. بشكر نصرخ نحوك أيها الأب القدوس الذي في السماوات ونقول يا أبانا الذي في السماوات فتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. إن بخريستوس إيسوس بان شويس تسكي فلاسي Tokirio eklena ti amamaka ya rab khadi'ina wa sajidin سمت آب و آمین رن پسی که توم نب مادی اللهم حلنا وحل كل شعبك من كل خطيئة ومن كل لعن ومن كل جحود ومن كل يمين كاذب ومن كل ملاقة الهرات قال وسنين أنعم لنا سيدنا بعقوة قوة فهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رجل المدار ومنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماءنا مع كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا امين اذكر يا رب سلام كنيستك واحدة الوحيدة المقدسة جمع رسولي امين اذكر يا رب ابينا طباع الانبا سوى دروس السنة حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وازمنا سالمة اذكر يا رب ابائنا مطارنا وابائنا الاساقفة اذكر يا رب القمامسة والقصوص واخواننا الشمامسة وابائنا الرهبان واخواننا العلمانيين الحزان عزيهم المتضايقين افرغ عنهم يا رب نجح اولادنا في امتحاناتهم وفي اعمالهم يا رب اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها خلصت حقا ومع روحك ننصب بخوف الله امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات القدسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس آمين السلام لجميعكم وللروح
بك أيضا. جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح من إلهنا أمين. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح من إلهنا أمين. جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين. النفس الأخير أن هذا هو جسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيداتنا وملكاتنا كلنا والدات الإله القدسة الطاهرة مريم وفعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدس بإرادة واحد عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوت لم يفارق نسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا خطايانا وحياتنا أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. آمين آمين آمين. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح يكون معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم. Yeah.
المسيح أنعم لنا بالخلاص جدا علينا
في لا يدركهما عقل بشري إلا الإله الحي الأزلي خبزاً موضوعاً في الصينية لمحو الذنوب الخطية من أكل ينال حياة أبدية المسيح أنعم لنا خمراً طائراً ممزوج بالكأس لأجل التوبة والخلاص من يشربه ينجى من القصاص المسيح أنعم لنا بالخلاص خلاص لأرواح ونفوس ومن يؤمن باسم القدوس ينال ميراث الألف الفردوس المسيح أنعم لنا بالخلاص دواء يبرد كل جراحات ويمحي الخطايا والسيئات ونال ملكوت السماوات المسيح أنعم لنا بالخلاص راحة لنفوس المؤمنين الذين هم على الإيمان ثابتين ليرحمهم الرب في يوم الدين المسيح أنعم لنا بالخلاص زمان الضلال زال عنا وأضاع علينا مخلصنا وابتهجت نفوسنا وفرحنا المسيح أنعم لنا بالخلاص سراج الحق أضاء فينا ونور أشرق علينا يسوع الحي فادينا المسيح أنعم لنا بالخلاص شرف زائد وما بجلي موهبة ما ليست مثيل جسد ودم عمانوئيل المسيح أنعم لنا بالخلاص صفوف الملائكة العلويين قف الدم مرتعدين لجلال عظمته طابعين المسيح أنعم لنا بالخلاص ضياء نور في كل مكان له العظمة والسلطان والسجود الآن وكل أوان المسيح أنعم لنا بالخلاص ظهر بالخلاص للشعوب وخزق كتاب العهد المكتوب
طوبى لمن يؤمن به ويتوب مسيحاً عام لنا بالخلاص أعطانا وسهل الإلهية الاعتراف وترك الخطية والتناني عصر المحيي المسيح أنعم لنا بالخلاص بزادين أريغون وتن شويس النفتير تسعوتوكو ماري اسمع بن بن صوتي لتفكاني نومي نامي Night of Dallas Saber Night of Dallas Saber Jesus took bread and broke and said, eat my body, and said, eat my body. Our Master, our Savior, gave us the vine of love. He is the bread of life coming from heaven above. Coming from heaven above, coming from heaven above. Night when my Lord suffered, night when my Lord suffered, he took wine and gave thanks and said, this is my blood. And said, this is my blood. Our Master, our Savior, gave us the vine of love. He is the bread of life, coming from heaven above. Coming from heaven above. Coming from heaven above. This is the groom supper is given to his bride, promising eternal life up in her paradise, up in the paradise. Our Master, our Savior, gave us the vine of love. He is the bread of life coming from heaven above. Coming from heaven above. Coming from heaven above. This is the food of souls. Is offered to us all, and the blood is given to help me lay I fall. To help me lay I fall. Our Master, our Savior, gave us the vine of love. He is the bread of life. Coming from heaven above, coming from heaven above, coming from heaven above. Jesus, you are my hope. Forgive my sins, O Lord. Wash me and clean my soul. Put on me a new robe. Put on me a new robe. Our Master, our Savior, gave us the vine of love. He is the bread of life coming from heaven above.
coming from heaven above, coming from heaven above. My heart I give to you, your will I want to do, your love to me I knew when you paid all my dues, when you paid all my dues. Our Master, our Savior, gave us a vine of love. He is the bread of life, coming from heaven above, coming from heaven above, coming from heaven above. Jesus fills all my heart, the devil has no part, and through this sacrament he gave me a new start, he gave me a new start. Our Master, our Savior, gave us the vine of love. He is the bread of life, coming from heaven above, coming from heaven above, coming from heaven above. Jesus, to you I pray, to lead me in your way. Bless me and help me obey all what the Bible says. Our Master, our Master, our Savior, give us the vine of love. He is the bread of life, coming from heaven above, coming from heaven above, coming from heaven above. وكبر خير الصوت بكيوتنا على صوت
بابنك مصواش اكتنك صوتي امه للسلام لك يا مريم يا يمان جليلة تصير لنا بسر معظم صوتها مبهج وفريد السلام لك يا كرمة انقذها كرسمة راس ينبوع الحكمة والكامة دي معظم العالمين المحتوي نور من نور في حضن الاب كل حين السلام لك ينزخ في حامل كل الاسرار بك الموعد للأباء الأبرى السلام لك يا مظلة أباء الأباء إبراهيم حكمة ونية وزهرة تحتار فيها كل فهيم السلام لينبوع إسحاق مروة زرع المثمر السلام لفجر المشرق أشرق في عالم مكفر السلام لتهليل يعقوب وصي كل البركات وراحة للشعوب وبهذا اللعنة السلام لحقل مشهور وفي وسطه الجوار وجدوا يوسف مبرور ويفك كنزين أبهر يا حقل لك مبرور وفي وسطه خالق لا يرى صير المشكوك مبرور لا العظمة والقدرة السلام لسفينة نوح والنجمة البدرية اشراق فجر يا لوح نور لكل البريه يا حق غير مفلح من ذاته بغير تفلح ساقى صار ملح وروحا قدسا وصريح السلام للمصنوع وصانعها وجنينها وهي بيد وبدوعه ووالدك صبي منها باك يا من سرك متعال عجيب ورهيب احضر عقلي في امرك وبعقلي كل نجيب ما ابقى نورك في ضياء يضيء اهل الظلمه عبدك ابليس اغوى صيروا من اهل النقمه فيا ويلي ويا اسف فات العمر ولا ادرى كلام أجرى ونخالي من الهجرة عبر الشتاء والصيف ولم أظفر بخلاص كرب الحصد والهيل وأنا مربوط بالقصص يا رجا من خفراجة أم وعرش وعذرة عفو ابنك أتراجة لا يحسبني من اليسرى تأخرت في المتجر فخبر من الضجرة جئتوا في الحادي عشر راجل قبض الأجرة طمعا فيك يوم الحشر وجرح بك يبرى وقت خروجي حاضر وفي الساعة المرة كبيريني وانا في اليسر في حزبك يا عذرة البسيني كليل الصبر وفي نجر بكرة مع كافة المسيحية أجمع يا قلوب بسلام والشامة طالبين يا شفيع في الآن تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله العذراء مريم أعنا أجمعين Ah.
ربنا يسوع المسيح حامل خطية العالم احسنا مع في رفع الذين عن يمينك في كنيسة الأبرار في مجمع نسك نرين بكل وقار بنيوت أبا بشور يضيء وجهك كملك في مجمع يكون طوبك طوبك أبينا الأنباء شور صرت لي شهيد ميسان في طريق الكمال إلى مدى أجيال بنيوت أبا بشوي طوبك يا أنبا بشوي يا حبيب الله زارك مثل صديق بنيوت أبا بشوي يدك أخذت مياه وغسلت له قدمه وعشت في رضا بنيوت أبا بشوي فأضاءت أعماقك وتباركت أقوالك وصرت لي كمالك بنيوت أبا بشوي الجهاد في الصلاة وصار في معنى منك تعلمنا بنيوت أبا بشوي الحبل كان مشدود مثل أوتار العود وتقول مزامير داود بنيوت أبا بشوي وديعا كالحمام بعيون لا في صلاة بخشوع في سجود وركوع في توبة ودموع بنيوت أبا بشوع حملت يسوع البار على منكبك سرطة قدسي مختار بنيوت أبا بشوي حملتك مسكي بقلب فرح أمين وهو فادي العالمين فتجلى بوضوح وأضاءت الجروح فصرخت بفرح الروح بنيوت أبا بشوي يا ممجد في السماء تواضعت ما أحلى أنا أولي
الأرض موتك قدمي وأنا صانع يديك بنيوت أبا بيشوت أنا تراب ورماد وأنت رب الأمجاد إلى أبد الأبد بنيوت أبا بيشوت مركبة الشاروب المملوءة تحملك يا كريم بنيوت أبا بيشوت وأنا الخاطي يا ربي أنت هو حسبي طغى قال رب لنا يبشو لك سلام مغفور لك الأثم بنيوت أبا بيشوت أنا رب الأمجاد أمرت إلى فرحا مسرور يودي وجهه بحبور ويرنم المزمور بنيوت أبا بيشوت تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الأنبا بشوي ساعدنا أجمعين العالم احسبنا مع خرافي الذين عن يمينك عندما نقول عند مزهورك الثاني المخوف لا نسمع برادة أنني لست أعرفكم يا ملك هذا اليوم الطائر إلى العلو بهذه التسبيحة أذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا مجد الله في العالي وارض السلام مجد الله في العالي وارض السلام في الناس المصر آمين الليلويا
سبتريك أيوك أجيب نبماتي كننكاي كستوسي أونا ستوني أونا نامين تلوشي بولن قويم مجي أوبن شوي إيسوس بخري اسموني ميرن تدفن ابن موه مفيارو نمني سيتي نمني سماري بكناينين تكيرين او ان سوفتن بكلاو صدم منو ناينان اكي تشيس خاري سموي سيستيم توي بنتي ملشي سار تمتخلو ينتي ياكوب بينو جنا انتي ما توصال بكتو اتصد فنتي دافيد تي صوفيا انتي صولوم فابن بمان براكليتون في دافيد جني ابوستول شوي سفي عريب عن خنم بتاوي رد فن بنيوت التايوت نار شرف بابا أبا تاوادروت نم بنيوت نيبس كوبس آبا مكال يوسف نوت انتد فيف تقرو في جنس رونوس إن هميش نرمبي نمان سيو إنريني كون تيف سبيو إنو غاشي تيرو سابا سيتن نلف شالا فين كولي طوبي بخريستو سريع كون تفكان إنو بينا نيفو خينو إريني كتاب فنشتن ناي كريه ليسون كريه ليسون يا إفلوغي سون أمين إزمو إروي إزمو إروي سيمي تانيا كوني إفلغو إن بيزمو الله يترأف علينا ويباركنا ويزر وجه علينا ويرحمنا. يا رب خل شعبك بارك ميراثك ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع شعب المسيحيين بقوه الصليب المحيي بسؤالات وطلبات الله تصنع عنا كل حين سيداتنا وملكاتنا كلنا والدات الله القدسة الطاهرة مريم وكل طغمات الملائكة ورؤساء الملائكة والبطاركة والأنبياء والرسل والشهداء والصديقون والرهبان المعترفون وملائك هذه الذبيحة المباركة وبركة والدات الله القدسة الطاهرة مريم أولا وآخرا بركاتهم المقدسة ونعماتهم وقواتهم وحباتهم ومحباتهم ومعوناتهم تكون معنا كلنا وخلصوات بارنا أمين سشومي احنا رؤوسكم يا
بحمد الله تباركنا بعد كده مش هيحط حد عنها. يا رب إله القوات ارفع يدك غير منظورة وحط على رؤوسهم وأكتافهم وعلى كل جسمهم يا رب المرضى اشفيهم، الحزان عزيهم، والمتضايقين افرج عنهم يا رب. بارك شعبك يا رب بيدك غير منظورة، القليل في بيوتهم اجعله كثيرا بدل واحد 30 و60 و100 يا رب، الخدام والمخدمين جميعا. وبارك هذه البلاد يا رب، ودع يدك على الشخص الذي انتخب لكي يقود هذه الأمة 4 سنوات. ونطلب منك يا رب من أجل مصر، بلد الوحيدة اللي زرته العائلة المقدسة يا رب، واهدي المشاقبين الذين يعكننون سلامة العالم. صلي يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يتقدس اسمك، يأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنوبين إليه، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك ملك والقوة إلى الأبد آمين. محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وعطية وموهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with you. Go in peace. May the Lord be with you. أمن بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. طيب أقعدوا، هنعطيكم الأوربان وانتم قاعدين في دكة دكة. خدنا بركة كبيرة النهاردة بوجود سيدنا الأنبا مكاريوس معنا. سيدنا الأنبا مكاريوس للي ما يعرفش يعني قضى معنا أكتر من سنة في الكنيسة ساعة ما كنا في إليزابيث. كان هو اللي يعني متولي الخدمة في الكنيسة أكتر من سنة. سيدنا خدم معنا في كنيسة، خدمنا في كنيسة العذراء والأنبا بشوي لما كنا في إليزابيث مؤجرين. اللي ورا خالص، اللي في البلكونه.